يعني على عيشتهن. على عيشتهن؟ على عيشتهن، شو تسوي؟ ما عدن. يعني قدرن يشتغلن؟ شغل ماكو، يعني يوم الشغل ترى ماكو عيب. الهيئة مكان مهجور، لكن الأبواب السرية تكشف أوكارا لتجارة الجنس. ما عندهم شو يسوي؟ غير يعيشوهم. لو عندهم زين يعيشهم يقعدون. يقعدون يسوون والله، بس رجال ما عندهم. ما عندهم رجال. وين رياجيلهم؟ ماكو يعني ما متزوجات. ما متزوجات؟ اي. يعني بنات؟ يعني اكو بنات بيوت، اكو هيجي. هاربات التجأنا الى تجارة الجنس عنوة، والاسباب اجتماعية اقتصادية. ايش تسوي؟ ما عندنا اهاليتن، هاي مهزومات من اهاليتن، شو تسوي اقول لك؟ شو تسوي؟ هاي عيشتن شو تسوي؟ ما عندنا رجال. يعني شرعا ما يصير. يعني رجال ما عندهم، شو تسوي يعني؟ قوم يطرن، شو تسوي يعني؟ معين ما عندهم. اضطرن يشتغلن. اي. آلاف الهاربات يتجولن بحرية تامة دون مستمسكات، يبحثن عن جهة ترعاهن وتصحح مسارهن الذي أخذ اتجاها خاطئا. دين هاي النساء إذا طلعوا حويات وصار عندهم شغل، اي، راح يبطلون من هذا؟ يبطلون. يبطلون؟ اي. وعد؟ وعد. هاي مناشدة للدولة إنه أكو نساء انحرفن عن الطريق بس يريدون يرجعون بأي طريقة. يقعدون يسوي الراتب وهاي ما يطلعن بعد، يقعدن. هن محتاجات ترى، هن ما عدن يدن الراحة. أكيد. أكل وشرب ونوم، شدن هن. من بغداد، مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.